مراسلنا من هناك جابر جمال، أهلا بك جابر. هنالك دعوات للإضراب العام عن الدوام الرسمي يوم غد، هل هنالك ردة فعل إيجابية في الشارع البغدادي؟ تفضل. جابر إذا سمعتني، هنالك دعوات للإضراب العام يوم غد، ما هي ردة فعل الشارع البغدادي وخصوصا متظاهري ساحة التحرير حول تلك الدعوات؟ نعم، نعم إيناس، بالنسبة للإضراب هناك دعوات للإضراب من قبل معتصمي ساحة التحرير، وأيضا هناك ترويج للإضراب يوم غد عبر يعني بيان يعني أصدر اليوم، وأيضا هناك شباب يقومون بالترويج للإضراب وحتى الموظفين بعدم الدوام ليوم غد، تزامنت أيضا مع دعوات أخرى من قبل شخصيات يعني أبرزها الشخصيات الدينية السيد مقتدى الصدر عبر صفحة الحاج صالح العراقي بالإضراب الطوعي للموظفين العراقيين. هناك دعوات للإضراب أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل يعني الشباب المتظاهرين أو المتطوعين أو الناشطين من أجل يعني القيام بتظاهرة كبيرة يوم غد. إذا نتحدث عن أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، ناس أعداد كبيرة جدا ما زالت حتى هذه اللحظة في ساحة التحرير، خاصة بعد الدعوات التي دعا إليها منظمي أو متظاهري ساحة التحرير بالقيام بوقفة حداد على أرواح الشهداء وإيقاد الشموع على أرواح ترحما على أرواح الشهداء الذين استشهدوا يوم أمس. نعم جابر، أشاهد خلفك أنه ساحة التحرير مكتظة بالمتظاهرين، كيف هي الأوضاع الأمنية هناك؟ الأوضاع الأمنية مستقرة وهدوء نسبي في ساحة التحرير وايضا ساحه الخلاني. تجولنا في يعني منطقه الاعتصام، هناك لجان تفتيشيه من قبل متطوعين يقومون بتفتيش سواء العجلات الداخله التي تنقل المواد الغذائيه وايضا المواد الاخرى، وايضا هناك لجان تقوم بتفتيش الاشخاص الداخلين سيرا على الاقدام، الاشخاص الراجله يعني، هناك لجان خاصه او فرق خاصه من المتطوعين يقومون بتفتيش الحقائب والتفتيش الشخصي يعني تجنبا لدخول مندسين او ادخال مواد يعني متفجره كما حصل يوم امس انفجار العبوات الصوتيه التي يعني اردت يعني او اسقط الشهداء. هناك احتراز وتدابير أمنية داخل ساحة التحرير من قبل المنظمين أو المتظاهرين المتواجدين في كل مداخل ساحة التحرير من أجل عدم أو السيطرة أو الاحتراز يعني لوقوع أي حادثة أو أي طارئ. أيضا هناك جابر يعني في الفترة الأخيرة أو مؤخرا لم نسمع ما هي مطالب المحتجين أو المتظاهرين هنالك في ساحة التحرير، هل لك أن تختصر لنا ما هي المطالب الجديدة التي ينادي بها المحتجون في ساحة التحرير، خصوصا أن المطالب كانت بسيطة جدا كتوفير الكهرباء، الماء، الوظائف أو التعيينات أو تشغيل الأيدي العاملة، الآن ما هي يعني المطالبات؟ نعم ناس، نعم سقف المطالب ارتفع ايناس منذ يوم 25، إقالة الحكومة، إقالة البرلمان، تعديل الدستور، تشكيل يعني حل المفوضية وتشكيل مفوضية جديدة بإشراف الأمم المتحدة، وأيضا إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة والقضاء الأعلى، وأيضا يعني محاسبة الفاسدين، محاسبة من تسبب بإراقة الدم العراقي، وأيضا من تسبب بهدر المال العام على مدى 16 عام. وتعلمين ناس الأحداث الاقتصادية والسياسية والأمنية، كل هذه النقاط هي شخصت من قبل المواطنين، يعني تعلمين ناس التعليم هو في تردي، الصحة في تردي، عدم وجود مستشفيات، عدم وجود
أبنية مدرسية، الأبنية متهالكة، مستلزمات مدرسية لا توجد في يعني مختلف محافظات ومناطق بغداد، إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب العراقي. نعم جابر. تعلميني ناس، عدم استحداث مصانع أو تشغيل مصانع قديمة أو حديثة أو إدخال الاستثمار بشكله الحقيقي، بالمعنى يعني أن تدخل شركات استثمارية حقيقية ليست وهمية من يعني أجل القيام بالأعمال. نعم جابر جمال مراسلنا من ساحة التحرير، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.